بعد فوز فريق كرة اليد للناشئين في كأس العالم، ايه الرسالة اللي تحب توجهها لهم؟ طبعا الماتش امبارح والماتش اللي قبليه مع البرتغال كنا سعداء. الفوز ما كانش فوز المنتخب المصري فقط، وانما فوز للكرة اليد العربية وللعالم العربي كله. سعداء ان مصر دائما بتكسب سواء في الرياضة او في المجالات الاخرى. مصر هي قلب الأمة العربية النابض. حاجة برضك مسعدة لينا والأجيال بعدينا والقبلينا. يعني الفريق لعب ماتش حلو جدا جدا امبارح وعمل ماتشات حلو. يعني ما شفتش كل المباريات، بس انا اتفرجت على الماتش بتاع امبارح، كان ماتش رائع بصراحة يعني. ومبروك للشعب المصري، وياريت نستمر في الأداء ده كده على طول ومن أفضل لأفضل يعني. والله لعيبة رجالة يعني، شرفوا مصر. يا رب إن شاء الله بس يفضلوا بنفس التوفيق ده. يعني أصل إنهم لسه 19 سنة أو تحت 19، إن شاء الله حتى ما في البطولة الجاية أو حاجة يقدروا. أحييهم على المجهود اللي هم عملوه دوت وقدروا يوصلوا للمستوى دوت، وأنا بقول لهم يعني ما شاء الله عليكم يعني، ومبروك مبروك لمصر كلها يعني. امبارح اللي سمعته عنهم إن هم وصلوا كأس العالم وياخدوه، لا دي حاجة تشرف حقيقي.